قدر الابطال مساء الخير اهلا وسهلا بكم حلقه خاصه بمباراه الاهلي ومودر سميه فيوتشر ماشي تسميه سبورت ماشي على كل الاحوال هنتكلم تحت شعار لا تهاون ولا تفريط قدر الابطال ان هم يخوضوا 10 مواجهات اخيره في بطوله الدوري تحت شعار عدم التفريط في نقطه واحده حسابيا الاهلي محتاج 27 بوند محتاج 9 انتصارات من العشر مباريات المتبقيه بصرف النظر عن نتائج بيراميدز المنافس المباشر للنادي الاهلي تسع نقاط او تسع مباريات ب 27 نقطه كفيله بحسم لقب البطوله ويبدا المشوار النهارده مع مودرن ونختمه ايضا مع مودرن قبل ما نتابع مع حضراتكم يمكن شفتوا في بدايه حلقه السادسه النهارده لقطات من داخل مقر اقامه الفريق وهنتكلم بالتفصيل عن قصه مودرن وهنتكلم على سيناريوهات المباراه لكن الحقيقه خليني ابدا الحلقه النهارده بفكره السباجيتي <applause> عارفين حضراتكم حاله العك، قد تظن يعني ان ما يحدث على ساحه كره القدم المصريه النهارده ممكن تسميه او تحط له شعار او عنوان حاله العك، لكن حاله العك الحقيقيه انتظرها بجد الموسم اللي جاي. موسم التلاحم فيه اصبح امر واقع مفروض على الجميع، شاء من شاء وابى من ابى، وبصرف النظر عن قصه من يتولى المسؤوليه، واحنا عارفين طبعا ان في انتخابات لمجلس اداره اتحاد الكوره بعد انتهاء دوره الالعاب الاولمبيه. القصة هنا الحقيقة قصة متكررة وللأسف أصبحت هي العرف السائد في الكرة المصرية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى لجان كانت أو اتحادات أو مجالس إدارة منتخبة بتدير شؤون شؤون لعبة كرة القدم في مصر. مين اللي يحكم ومين اللي يربط ومين اللي يحدد ومين اللي يحاسب دي كلها أسئلة أنا ما عنديش عندها عليها إجابات للأسف. النهارده بتتكلم على واسال نفسك وشوف وقارن القصه اللي انا هقولها, هقولها, هقولها لك دلوقتي او السيناريو اللي انا هحكيه لك دلوقتي حصل كام مره وتكرر مع كام جهه على مدار السنوات الاخيره مجالس ادارات تتولى المسؤوليه في فتره ما و بنيه بحسن نيه او بسوء نيه عن علم او عن جهل بتتسبب في موروثات من المشاكل يتحملها القادمين من بعدهم في تولي المسؤوليه. احنا النهارده بنتكلم عن موسم لم ينتهي بعد، بنتكلم على مشوار دوري، مش بكلمك على مشوار الاهلي، بكلمك على مشوار البطوله. بكلمك على مشوار البطوله، الاهلي بيدفع ثمن صعب نتيجه مشاركاته في عدد من البطولات ولكنه ليس سبب لا من قريب ولا من بعيد في امتداد عمر مسابقه بطوله الدوري. ولا بطولة الكاس صحيح الأهلي وأكثر الأندية لعبا من حيث العدد يعني للمباريات لكنه أبدا مشاركاته لم تكن سببا في امتداد الموسم لنهاية شهر تسعة أو لنهاية شهر تمانية بداية شهر تسعة تكلم على مشكلة انتقالات ماشي تكلم على مشكلة قيد محلي وقيد إفريقي ماشي تكلم على مشكلة تلاحم مواسم برضو ماشي تكلم على مشكلة انتقالات بيع وشراء لاعبين برضه ماشي هل تعتقد انه المشاكل دي في طريقه للحل حتى ولو تغيرت الاداره الحاليه اشك هل تعتقد انه الكره في مصر او منظومه الكره في مصر مش هتدفع تمن ده في الموسم القادم اكيد هتدفع والتمن للاسف شديد جدا هيكون غالي على حساب الانديه وعلى حساب اللاعبين وعلى حساب المنتخب المصري وعلى حساب الاجهزه الفنيه مودرن سبورت او مودرن فيوتشر ده واحد من الحاجات العجيبه اللي مش ممكن تشوفها بتحصل في العالم كله غير في مصر، ازاي نادي ممكن يكون بيبدا الموسم تحت مسمى وتحت شعار وتحت اسم وينهي الموسم تحت مسمى مختلف وشعار مختلف واسم مختلف بشكل تاني، هنحاول نروح مع حضراتكم لكل التفاصيل واعتقد انها واحده من المواجهات الصعبه وان كانت كل مواجهات الاهلي صعبه، انا بشوف انه تختلف درجات الصعوبه، طبعا انت عندك مباراه مودرن ثم ان شاء الله الالومنيوم في الكاس بطوله الكاس اللي هتبدا من العجب العجاب الحقيقه يعني برضو انا الحقيقه مش قادر افهم يعني ازاي نفكر في انه نهائي الكاس يتلعب في نهايه شهر اغسطس وانديه انديه مصريه طبعا مش الاهلي لانه الاهلي تجاوز الدور التمهيدي لبطوله دوري الابطال لكن خليني اقول لك على اجنده الشهرين اللي جايين كده اذا ما انتهى الدوري في 17/8 هيكون في نهائي كاس في 29/8 هيكون في بدايه مشوار الانديه المصريه في بطوله افريقيا، بيراميدز الوحيد هو اللي هيبتدي بدري شويه، مفترض انه هيلعب في دور التمهيدي الاول في نص شهر اغسطس، بعد كده الاهلي والزمالك والمصري يبداوا مشوارهم في منتصف شهر تسعه، بعد كده 27 تسعة عندك سوبر افريقي، بعد كده اول اسبوع من عشرة عندك سوبر مصري، يعني اجنده صعبه جدا جدا جدا، على كل الاحوال خلينا نركز على ماتش مودرن النهارده عندك ماتشات لسه بعد ماتش زي ما قلت تحكم مودرن النهارده هنفنش برده البطوله مع مودرن عندنا في النص طبعا هيبقى في توقف بعيدا عن بطوله الدوري يوم الجمعه اللي جايه مباراه الاهلي مع الالومنيوم في الكاس وبعد كده مباراه او الديربي او القمه المصريه مره ثانيه يوم 22 ان شاء الله هتكون بين الاهلي وبيراميدز وبعدها مباريات صعبه يعني في اغلبها صعب حتى وان كانت مع فرق خلاص دخلت المنطقه الدافيه زي ما بيسموها او يعني ما فيش حاجه بتهددها لكن في النهايه شو الشو قدام الاهلي مهم جدا مباراه بتنتظرها كل فرق الدوري بلا استثناء ايا كان موقفها ايا كان ترتيبها ايا كان موقعها في جدول الدوري عندك مقاولين عندك زد عندك المصري كلها ماتشات صعبه ومودرن في نهايه المشوار طيب على كل الاحوال كلامنا النهارده كله على مباراه مودرن مودرن بقياده طلعت يوسف للي ما يعرفش واللي مش متابع قدم الحقيقه مستويات كويسه جدا كابتن طلعت الحقيقه عمل طفره كبيره جدا على مستوى النتائج والارقام والاداء مع فريق مودرن اللي هو سبورت او اللي كان فيوتشر وحاليا بيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب طول عمره ماتشات الاهلي مع مودرن الحقيقه ماتشات قويه بتتسم بالنديه الفريق او الفرق الوحيد بين الفريقين النهارده ممكن يكون انه مودرن الاهدى عصاب الاهلي هو اللي بيلعب على الثلاث نقاط وده هيكون شعار الاهلي في كل المباريات القادمه هنروح مع حضراتكم يمكن اللقطات اللي شفتوها معانا في بدايه السادسه النهارده هي لقطات ما قبل المحاضره الفنيه الاخيره من مستر مارسيل كولر للاعيبته ان شاء الله قبل بدايه المباراه اللي هتقام ان شاء الله في الساعه التاسعه مساء فاصل ونستقبل ضيوفنا برحب بحضراتكم مره ثانيه وخلينا على طول كده نروح لمقر اقامه الفريق وزميلنا محمد توفيق موجود مع فريق النادي الاهلي في مقر اقامته نتعرف على اللحظات الاخيره ولحظات ما قبل بدايه المحاضره الفنيه من مستر مارسل كولر ونطمن على الفريق ونطمن كمان من محمد على القايمه اللي داخله مباراه النهارده مساء الخير يا محمد مساء الخير الزميل عزيز احمد سمير تحياتي ليك ولكل مشاهدي متابعه قناه النادي في كل مكان اهلا بيكو خلينا كده نطمن الناس قبل يعني ساعتين تقريبا او ساعتين وشويه من مواجهه مودرن المهمه جدا اعتقد انه كل جماهير النادي الاهلي عارفه ان الماتشات اللي جايه كلها مهمه كلها صعبه ماتشات هيكون فيها منافسه قويه جدا على لقب البطوله وخصوصا انه حسابان البطوله لم تحسم بعد اعتقد انه كمان الرهان على تحقيق العلامه الكامله قبل مباراه مودرن مهم جدا جدا او قبل مباراه بيراميدز ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مهم جدا جدا عشان يدخل اهلي اللقاء باريحيه اعرف منك كواليس الفريق تحضيراته القصة الخاصة بالمحاضرة الفنية قبل بداية المباراة طبعا يا احمد بضم صوت لصوتك مرحلة مهمة جدا كل مرات مهمة كل المباريات بتحظى بالاهتمام والتركيز التام من اللاعبين وده اللي منعكس على معسكر الإقامة هنا يعني كل الأجواء كلها تركيز حماس إصرار تصميم على تحقيق ثلاث نقاط مواصلة سلسلة الانتصارات طبعا على طول بعد مباراه بيراميدز الفريق ضرب السبت خد الحد اجازه امبارح كان تدريب قوي جدا يا احمد شارك فيه الحمد لله كل اللاعبين على طول اختتم التمرين بتقسيمة يمكن باربع فرق من اللاعبين كانت بتمتاز بالحماس والجديه من اللاعبين كل اللاعبين حريصين يا احمد ان هم يكونوا موجودين في مباراه اليوم والمباراه القادمه كمان مرحله مهمه جدا من عمر المسابقه ان شاء الله يكون الفريق موفق فيها ويكون الجهاز الفني موفق ونكمل سلسله الانتصارات نوصل لقمه الدوري العام بإذن الله نحافظ على اللقب العام التوالي وال44 في تاريخ النادي الاهلي الفريق على طول احمد زي ما قلت لك بعد اختام المران بالامس دخل معسكر المغلق هنا في فندق الاقامه طبعا كان فيه وجبه العشاء وبعد كده على طول اجتماع ما بين الجهاز الفني واللاعبين للحديث على المباراه وتحفيز اللاعبين النهارده بقى اليوم بادئ بدري جدا في فندق الاقامه الفطار الساعه 11 الصبح كان فيه تمرين خفيف الساعه 12 داخل فندق الاقامه هنا من بعدها كان الغداء فيه تمام الخامسه مساء حالا أنا معاك دلوقتي زي ما نوهت يا زميلي عايز احمد يعني في انتظار الجهاز الفني واللاعبين لدخول غرفه المحاضرات الخاصه هنا في فندق الاقامه بفريق النادي الاهلي اللي بيتلقوا فيها المحاضرات اخر بقى اللمسات الفنيه مستر مارسيل كولر الكلام في الخطه التشكيل الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها ان شاء الله يكون موفق في اختيار الاستراتيجيه موفق في اختيار التشكيل الامثل وكمان اللاعبين ان شاء الله يكونوا موافقين داخل المستطيل الاخضر ينفذوا تعليمات الجهاز الفني بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي وثلاث نقاط مهمه جدا يا احمد زي ما انت بتتكلم قبل مباراه بيراميدز القادمه ان شاء الله فيما بعد مباراه الألمونيوم في الكاس باذن الله وباذن الله نحافظ على سلسله انتصارات قائمه الفريق احمد يمكن ابرز ملامحها بقى هو عوده كهربا تاو مره اخرى يمكن بيرسي تاو بيغيب منذ فتره طويله زي ما كنا بنتكلم يا احمد من فتره من ساعه المشاركه الدوليه مع منتخب جنوب افريقيا لكن موجودين الاثنين في قائمه الفريق بالطبع طبعا غياب عمرو السوليه لاصابته بشد في السمانه من الدرجه الثانيه احمد عبد القادر اللي اصابته بشد بجزء في الرباط الخارجي للركبه وكمان عمر كمان عبد الواحد الحمد لله شارك في المران امبارح ولكن طبعا اكتفى بمران استشفائي وعلاجي في الجيم وباذن الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه بعد مباراه مودرن سبورت على طول زي ما قلت لك لحظات وهتبدا المحاضره الفنيه من بعدها ان شاء الله هيبقى التحرك لاستاد القاهره اللي لبدء المباراه باذن الله في تمام التسعة مساء دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي يا احمد ان شاء الله نشوف اداء كويس بيمتع كل جماهير النادي الاهلي وباذن الله كمان يبقى فوز ثلاث نقاط غاليه جدا امام فريق صعب المراه زي ما بنتكلم خاصه دفاعيا بنتكلم في فريق داخل بس في طوال مباراه الدوري تقريبا في أربعة 24 مباراه لعبها لغايه دلوقتي بنتكلم في 21 هدف فقط ان شاء الله النهارده يكون هجوم النادي الاهلي موفق ان شاء الله احنا نحرز اهداف ونحرز الفوز وباذن الله نحتفل كلنا بعد المباراه وثلاثة نقاط غاليه تقربنا خطوه ان شاء الله من اعتلاء قمه مسابقه الدوري العام وباذن الله يا احمد خطوه جديده ان شاء الله نحو بطوله الدوري وباذن الله جمهور النادي الاهلي يحتفل ونحتفل كلنا مع بعض عقب انتهاء المباراه باذن الله ان شاء الله ربنا. ونتمنى كمان يعني نراهن كمان على الحضور الجماهيري في مباريات الاهلي كلها زي ما كانت الجماهير الحقيقه قادره انها تصنع الفارق في مباراه بيراميدز نراهن على حضور جماهير النادي الاهلي ومساندتها في المباراه القادمه ونتمنى ان شاء الله المدرجات النهارده تبقى مليانه في مباراه مدن بشكرك شكرا جزيلا شفنا يعني انا شايف اول مره اشوفها بصراحه نيو لوك امام عاشور خلوني ارحب الحقيقه بضيفي عبد القادر السعيد اللي بيشرفني النهارده وطبعا هنستقبله مع النقد الرياضي والمحلل الفني محمد مصطفى يكونوا ضيوفي في السادسه لكن بعد الفاصل تفرق كتير جدا على فكره في المواجهه الفنيه لما مدير فني يكون عارف ان ما عندكش بديل غير المكسب، ما عندكش بديل غير الحصول على الثلاث نقاط، وخصوصا لما تكون ظروفه في جدول الترتيب مريحه، وخصوصا كمان لما يكون عنده خبرات كبيره زي كابتن طلعت يوسف المدير الفني لمباراه مودرن، دي الزاويه اللي ممكن تشوف من خلالها او تقرا من خلالها صعوبه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، صحيح مودرن موقفه في المنافسه مش كبير أه بعيد تماما عن دايره الهبوط ما عندوش من الدوافع الكتير لكن في النهايه الاريحيه دي الاريحيه اللي بتقلل الضغوط والتوتر سواء على الجهاز او على اللعيبه بتديهم فرصه اكبر ان هم يلعبوا جيم كبير ودي صعوبه مباراه النهارده من وجهه نظري امام مودرن سبورت ارحب بضيوفي اللي بيشرفوني النهارده في السادسه المحللين الفنيين عبد القادر سعيد مساء الخير يا عبد القادر واهلا وسهلا بك مساء الخير عليكم وعلى كل الساده المشاهدين اهلا وسهلا محمد مصطفى طبعا بيشرفنا النهارده مساء الخير يا محمد مساء الخير على على كل المشاهدين والاثنين الحقيقه من الناس اللي استمتعنا جدا بمتابعتهم ورؤيتهم وتحليلاتهم لبطوله اليورو فما ينفعش تبقى البطوله لسه خلصانه قبل ما نفتح ملف الاهلي ومودرن اسمع رايهم في البطوله والنهائي اللي فازت بيه او توجت بيه أه اسبانيا للمره الرابعه في تاريخها أه يمكن عبد القادر كان من الناس اللي توقعت فوز اسبانيا مش فاكر محمد كان مراهن على على أسباني أسباني اسبانيا برضو طب <تصفيق> <تصفيق> شفت المباراه ازاي والحقيقه يمكن يعني انا اتكلمت تاني يوم الماتش الحقيقه انه يعني من العدل والانصاف الحقيقه انه المنتخب الاسباني كان يتوج باللقب طبعا يعني انا شايفه انتصار لكره القدم بشكل عام م. المنتخب الاسباني يمكن كان قبل البطوله اقل منتخب عنده جمزة زي ما احنا قلنا قبل كده أي. لكن الكورة الاسبانيه نقدر نقول عليها زي ما في كره الايطاليا في كره البرازيل في كره ألمانيا سمه مميزه لها المنتخب الاسباني قدم الكره بتاعه منتخب اسبانيا اللي كسب بيها كاس العالم قبل كده 2010 10. مش بيعتمد م. على نجم بيعتمد على يعني تشبه شويه الألمانية فكرة أيه. اللعب الجمالي أو الهولن... شو... الهولندية أكتر يعني وسي... إنه... الهولندية بس الهولندية فيها جمالية أكتر آه. زمان طبعا أيه. مش دلوقتي طبعا لأن المنتخب الهولندي دلوقتي فقير أيه. جدا الحقيقة لكن منتخب إسبانيا بشكل عام لعب الكرة فكرة الطاحونة اللي كانت موجودة الطاحونة الهولندية اللي كانت بتحصل عدم التمركز حسن الإنتشار دقة التمرير معادلة م. بسيطة جدا 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 مش محتاجة مش محتاجه فزلكه مش محتاجه سهل الممتنع زي ما بيقولوا رغم ان هم قبل كل عتاولة اوروبا عدوا على المانيا عدوا على كرواتيا عدوا على ايطاليا عدوا على فرنسا وفي النهايه عدوا على انجلترا بكل بقى ما تضم المنتخبات دي من اسماء كبيره جدا لكن استطاعوا ان هم يفرضوا ايقاعهم استطاعوا ان هم يبينوا شخصيتهم مش ما بفتكرش المباراه لجأ فيها الاسبان مثلا للدفاع ومحاوله خطف هذا هدف كل ماتشاتهم بيلعبوا بنفس اسلوبهم ايا كان مين الخصم او مين المنافس او اسم المنتخب او اسم النجوم اللي موجوده في الملعب قدامهم صحيح م. طبعا بص منتخب اسبانيا انا دايما بحب اربط الكره الاوروبيه بالكرة المصرية في الأوقات اللي احنا بنكون ماشيين فيها كويسة <applause> آه هو أي جدا يعني بس هقول على حاجة يعني هي الفكرة مش مش الفكرة الشاملة مش الفكرة العامة لا نقط معينة يعني دي لافوينتي مثلا مدرب منتخب إسبانيا هو كان مدرب منتخب الناشئين بقاله 10 سنين بيعمل في منتخبات إسبانيا عشان كده هتلاقي اسمه مش رايق قوي عند الناس ما ضربش في الليجا ضرب منتخب شباب إسبانيا ضرب المنتخب أوليمبي لما قابلنا في أولمبياد طوكيو الجيل بتاع شوقي غريب المنتخب بتاع الشباب ومنتخب بتاع المنتخب الاولمبي طلع منه رودري طلع منه اوناي سيمون طلع منه اولمو طلع منه سيبايوس طلع منه عدد من اللعيبه اللي اصبحوا النهارده هم القوام الاساسي للمنتخب الاول هو فكرتني بتفصيله كده عندنا في مصر عملناها بالصدفه وجات كويسه وقدرنا ننجح وقت حسن شحاته مين غريب. مين كانت بالصدفه معرفش يعني ما استمرتش ما او ما تكررتش أه ما تكررتش آه تاني يعني وقت, وقت آه شوقي غريب 2001 وكان معاه جيل حسام غالي ومحمد شوقي والجيل اللي خد ثالث العالم بعد كده جيل حسن شحاته عماد متعب بقى وعمرو زكي و وشريف اكرامي ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه الجيل برده العظيم ده الجيلين دول هم اللي عملوا جيل حسن شحاته وشوقي غريب لما مسكوا المنتخب الاول سنه 2005 وقدروا يسيطروا على قاره افريقيا ويقدموا امتع كوره في الوقت ده واستفادوا طبعا من وجود مانويل جوزيه طبعا في النادي الاهلي واحسن فتره النادي الاهلي مم. هو ده الربط اللي انا حاولت افكر فيه انه فكره وجود المدربين ذات ذوات الخبره في التعامل مع الناشئين لما بيكبروا كمان مع نفس اللعيبه في المنتخب الاول بتشوف اداء هايل واداء محترم جدا زي اللي النهارده قدمته اسبانيا اسبانيا كمان كان عندها الجراه ان هي تقدم لامين يامال في بطوله كان الوقت يعني البعض خايف من انه لامال عنده ما كمل 17 سنه مم. هل هيكون عنده من الجراه والخبره الراجل ساهم في خمس اهداف في البطوله نيك ويليامز 21 سنه النهارده تشيلسي وبرشلونه عليه. عليه كان عنده من ال... من الجراه ان هو يتعامل مع البطوله دي بلاعبين كمان صغار في السن بجانب اللاعبين اللي صعدهم معاه من منتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي اسال عبد القادر هل ممكن كابتن حسام حسن او منتخب مصر الاول يستفيد من تجربه منتخب اسبانيا ما بعد الاولمبياد بما انه منتخبنا الاولمبي خلاص على وشك انه يبدا مشواره ان شاء الله يوم 24 هل شايف انه التجربه دي من قابله للاستنساخ او من ممكن انها تفيد منتخب مصر الاول وكابتن حسام حسن هي طبعا قابله للاستنساخ واحنا نتمنى ان احنا نعمل ده في مصر بس مش فرقه حسام حسن الحاليه احنا مم. لازم نبدا من الصفر لازم نبدا من اول القاعده من تحت نبتدي نهتم شويه بالناشئين وبالشباب باختيارات مدربين الناشئين والشباب وحط تحت دي 100 خط <applause> لان احنا ماشيين لسه بسياسه الدور بسياسه انا همسك منتخب دلوقتي 20 سنه انت تمسك 17 سنه فلان الفلاني هيبقى عليه الدور السنه الجايه هيمسك بعدك واحنا ماشيين كده مش بنشوف مين الاصلح مين اللي عمل دراسات في امريكا مين اللي عمل دراسات في اوروبا مين اللي معاه رخصه من الويفا مين اللي معاه رخصه من الكاف مش دي المعايير بتاعتنا خالص وبالتالي اختيار حتى اللاعبين بعد كده لما أنت تجيب مدرب علشان هو كان لعيب كرة حلوة أو علشان هو كان عنده علاقات جيدة باللي بيختار المدربين في اتحاد الكورة في النهايه هو برضه بيختار مش بشكل احسن حاجه على بلدنا يا استاذ يا ريت على كده وبس سلو <تسلم> بلدنا يا استاذ يا ريت على كده وبس لان اختيارات الناشئين فيها كوارث كتير الحقيقه حتى في الانديه يعني الموهبه لا تكفي انك تكون لاعب كرة في نادي وكلنا عارفين اللي بيحصل دلوقتي في كل الانديه تقريبا او اغلب الانديه يعني وبالتالي انت مش ما عندكش اصلا قطاع ناشئين في تقدر, تقدر تقدم منه منتخب ناشئين ومنتخب شباب ثم منتخب اولمبي انت دلوقتي بص لقائمه المنتخب الاولمبي مع احترامي الشديد ليهم وبص مثلا المنتخب الاولمبي اللي كان مع كابتن حسن شحاته او المنتخب الشباب اللي لعب 2001 مع كابتن شوقي غريب هتلاقي فوارق شاسعه مش هتلاقي حد دلوقتي يمكن يلعب اساسي <applause> مثلا بس, كان بس انا هقول لك حاجه منتخب مصر الاولمبي اللي, اللي لعب اللي هو فاز بطوله افريقيا وتأهل لاولمبياد طوكيو انا بشوف انه القوام الرئيسي بتاعه القوام الاساسي او عدد كبير جدا من لعبته النهارده بقى اهم نجوم في في الدوري المصري يمكن ده كان منتخب طفره فعلا يعني يمكن ابرزه يعني كان مثلا مصطفى محمد عندك طبعًا اكتر اكتر من لاعب مصطفى امام اكرم توفيق احمد فتوح آه يعني لا آه لعيبه كتيره جدا منهم من النهارده بقت من نجوم الكره المصريه بس أنا يعني ومن نجوم عايز منتخب اول عايز يعني اضم صوتي لصوت محمد لما قال لك صدفه احنا مم. ما عندناش نجاح بيحصل بتخطيط ابدا مم. في المنتخبات المصريه او في اتحاد الكوره احنا دايما بتيجي معانا بالصدفه جت جت معانا صدفه المنتخب بتاع 23 اللي كسب بطوله 23 وراح بعد كده ما قدرناش نحافظ انا يعني من وجهه نظري ما قدرناش نحافظ على هذا المستوى احنا رايحين الاولمبياد اللي جاي بعد ما كنا في طوكيو بندور على ميداليه وكنا نقدر فعلا نجيب ميداليه آه على الاقل آه خالص برونزيه البرازيل برده يعني ما تقدرش طبعا يعني ما هو الحظ طبعا اذا امرت ان تطاع <applause> فامر بما هو مستطاع وهم كسبوا بعد كده لو البطوله لو البرازيل, ت... البرازيل قابلتنا في حته متاخره شويه كنت ممكن اقول لك الجيل ده يقدر يجيب ميداليه مثلا آه يعني لكن هو طبعا الكوره دايما بتحتاج الحظ برده واحنا دايما معرفش القرعه ظلمانه يعني دايما المنزل المنزل المصريه دايما تلاقيها القرعه دايما واقع في وش المصنف رقم واحد سواء على مستوى افريقيا او على مستوى البطولات الدوليه. سنه يعني. 90 ما بين هولندا بطل اوروبا وانجلترا. <applause> يعني. اه صحيح. <applause> حتى على الالعاب الفرديه <applause> الاولمبياد الاخيره كان كل لاعب تلاقيه يعني واعد تلاقيه في دور ال 16 بيلعب بطل العالم <تصفيق> <تصفيق> في تنس الطاوله في المصارعه في السلاح في كل حاجه الحقيقه لكن يعني نتمنى في الاولمبياد اللي جايه الوضع يتغير. تراهن على المنتخب ده في اولمبياد باريس منتخب روجيرو ميكالي منتخب مصر بقياده روجيرو ميكالي اتمنى لانه مم. بص ميكالي مدرب محترم جداً. جداً. محترم جدا عمل مم. بطوله كبيره جدا مع البرازيل في طوكيو كمان المنتخب ده احنا لما اتفرجنا عليه في بطوله افريقيا اللي اقيمت في المغرب انا ما كنتش متخيل ان انا هشوف الاداء ده من اللعيبه دي مم. بالعكس طلع اقصى ما عند اللعيبه من امكانيات وفرديا وقتها ما كنتش ما فيش لاعب يقنعك باستثناء ابراهيم عادل انما يعني بقيه اللعيبه كلها كانت لعيبه عاديه جدا ولكن الاداء الجماعي بتاع الفرقه خلى الناس بدات تقتنع بالفرقه، لا الفرقه دي فرقه واعده، فرقه كويسه، وفي نفس الوقت معاهم مدرب كويس، لو مدرب غيره ما كانش ظهر الاداء ده مع المنتخب الاولمبي. مش مش عايزين نراهن قوي لانه هنحط حمل عليهم زياده عن اللزوم، ولكن بننتظر اداء جيد من الفرقه دي في الاولمبياد. صحيح، هروح للاهلي ومودرن النهارده زي بتشوفوا اللقاء. في اعقاب فوز الاهلي على مباراه بيراميدز مش قادر افصل المرحله دي يعني مودرن جاي بين مباراتين في منتهى الاهميه جاي بين مباراه بيراميدز الاولى وبين مباراه انا أساسني مباراه الالومنيوم بما انها ممكن حتى تعامل الجهاز الفني للنادي الاهلي مع المباراه دي يبقى بشكل مختلف عن التراك بتاع الدوري لكن مباراه مودرن محطه مهمه جدا بين محطتين اهم بين بيراميدز دور اول وبين بيراميدز دور ثاني المباراه اللي ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم 22 انا من وجهه نظر ان الثلاث ماتشات دول هم بطوله الدوري مع كامل الاحترام للماتشات اللي بعد كده لكن النادي الاهلي لو قدر ياخد تسع نقاط في الاسبوع ده او في العشر ايام دول ماتشين بيراميدز بالفعل خد مباراه المباراه الاولى خد ثلاث نقاط، النهارده مباراه مودرن مهمه جدا يمكن ماتش النهارده كمان اهم من ماتش بيراميدز اصعب ولا اسهل من وجهه نظرك؟ اصعب طبعا اصعب لأن, لان انا يعني اتفق معاك جدا في اللي انت قلته في, في الانترو ان انت بتلعب فريق هو عارف انت عايز ايه من الماتش بينما هو مش عايز حاجه هو مودرن خلاص يعني مش هتفرق معاه ياخد ثالث من رابع من خامس، كل الامور اتحسمت بالنسبه, بالنسبة للمقاعد بالنسبة الافريقيه هو مش يعني ما عندوش حاجه يلعب على عليها يلعب عليها بالظبط واللاعبين بتوع كمان عايزين يثبتوا نفسهم المدرب طلعت يوسف عايز يقول ان ان انا لسه مدرب كبير ان انا لسه اقدر اكسب النادي الاهلي رغم ان هو كسبان نادي بيراميدز وده بالتالي علي اسهمه اكتر في بطوله الدوري المصري في السنين اللي جايه لو جيت تبص على مودرن في الفتره الاخيره هتلاقيه اخر 10 ماتشات خسر ماتش واحد بس من آه الاسماعيلي مم. اخر ست ماتشات كسبان خمس ماتشات وبالتالي مم. انت بتتكلم على فريق آه اصبح متمرس في الدوري المصري يعني مم. آه لا يقل عن بيراميدز من وجهه نظري في الـ في, الـ في الوقت ده من الموسم لان انت بتمر بضغوطات انت المفروض لولا لولا الكبوه اللي اتعرض ليها في بدايه المشوار في الدوري اعتقد كان ممكن جدا يبقى من الفرق اللي بتنافس او على الاقل تقدير من الفرقه اللي بتحاول توصل لبطولات افريقيا. طبعا هو مر بتخبطات كتير في بطوله الدوري المصري ونتائج سلبيه كتير في بطوله الدوري المصري بتعتبره مودرن فيوتشر ولا بتعتبره مودرن سبورت؟ انا مش عارف بصراحه هو ايه بس يعني النادي اتغير اسمه اربع مرات او خمس مرات تقريبا من ساعه ما كان في في الدرجه الثانيه اتغير اسمه بعد كده مره واثنين وثلاثه احنا حتى اتلخبطنا بقى 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 ما بقيناش فاكرين هو بينصح احمر ولا اخضر اسماء الانديه تتغير بس وسط الموسم. هل حصلت انها في وسط الموسم ده لا آه. دي غريبه طبعا آه. آه. ما ينفعش قانونيا ما ينفعش ان انا غير وسط الموسم اغير اسم الفرقه وشعار الفرقه آه. يعني انا بلاعب النهارده فيوتشر الاسبوع الجاي بقت مودرن سبورت هو <applause> اللي بتا... يعني مش مش منطقي خالص يعني فلا طبعا قرار انا بشوف ان في ازمات كتيره جدا اداريه في الكرة المصريه واحده من الازمات دي تغيير تغيير اسامي الفرق وسط <applause> الموسم وغيره يعني هو الحقيقه قصه الاستثمار في كره القدم وفكره شراء الانديه او بيعها محتاجه اعاده هيكله محتاجه ان احنا نصيغ الـ 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 الاسلوب او الطريقه بشكل يخدم كل الاطراف انت يهمك جدا الاستثمار النهارده بقى شيء اساسي جدا في كل حاجه في كره القدم في العالم كله نجوم رياضه بيستثمروا في انديه دول بتستثمر في انديه شركات بتستثمر في انديه عائلات بتست... فالاستثمار ده بقى امر واقع بس هو وقادر انه ب... قادر اد انه يعمل الطفره لكن هي الفكره انه كل اطراف المنظومه تستفيد يعني الجمهور يستفيد الانديه تستفيد اللاعبين يستفيدوا ومنظومه البطوله نفسها اللي الفرقه دي بتلعب فيها كمان تستفيد. اول حاجه المستثمر لما يخش يستثمر م. المفروض عارف انه هيدفع هيجيله فلوس أي. صح؟ هل في نادي مصري له مداخيل تغطي مصروفاته؟ انا اشك او الاجابه قاطعة لا. فبالتالي هنا الاهلي استثنى. أوه. الاهلي بيلعب كاس عام الانديه، الاهلي بيلعب في انتر كونتيننتال الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا وهو مستحوذ على بطوله افريقيا اخر خمسات سنوات وهو البطل التاريخي لبطوله افريقيا، الاهلي دايما بياخد بطوله الدوري، اسم الاهلي وشعبيته كل دي حاجات مم. تخلي الاهلي استثنى ولكن انا في الكره المصريه، هل في نادي مصري نادي مش جماهيري بيفوز بيدخل له مدخلات بيكسب فلوس؟ الاجابه قاطعه لا. دايب. ولا حد قال كده يبقى يبقى ليك لو عالجت التشوه اللي حصل في 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 النظام الطريقه او الاسلوب اللي بيحصل بيدخل فيه الاستثمار في الكره المصريه النهارده اعتقد انك ممكن تلاقي اجابات على ده يعني لو فكرت ازاي تربط المستثمر اللي جاي يستثمر بانديه جماهيريه هتبقى ضربت عصفورين بحجر واحد واحد رجعت الانديه الجماهيريه اللي اشك النهارده بقى احنا بنقول بس مسميات يعني هل نادي المنصوره النهارده اللي كان نادي جماهيري في سنه من السنين وكان بينافس الاهلي والزمالك وخرج لمنتخب مصر لعيبه كبيره جدا وكنت بتشيل هم المباراه اللي انت رايح تلعبها في ملعب المنصوره م. هل نادي المنصوره النهارده لو رجع مثلا هيبقى عنده نفس الجماهيريه؟ هيبقى عنده نفس الشعبيه؟ لا وقيس على ده أندية كتير جدا راحت ولا يعني ذهبت ولم تعود لا بس عودته هتكون آه. اسهل من انشاء نادي جديد بجماهير أي. جديده م. عشان اعمل لبيراميدز ولا المقصة ولا مودرن فيوتشر اعمل لها قاعده جماهيريه واشتغل على ده أي. اصعب مليون مره من ان انا ارجع المنصوره والمحله مره ثانيه ويكون ليهم بجد فعلا وجود تواجد جماهيري كبير في الاستاد وخد بالك في النهايه بطوله اين كانت البطوله واين كان تاريخها واين كان اسماء الانديه الكبيره اللي بتشارك فيها كانوا اثنين، كانوا ثلاثة، كانوا أربعة، زي حال الدوري المصري هنا بدون جمهور هذه البطوله لن تكون ناجحه باي شكل على الاطلاق وهتكون واحده من اكثر العوامل اللي مش هتجذب المستثمرين هم يستثمروا فيها ده موضوع كبير يطول شرحه فما تخليناش نفتح الملف وخلينا نروح لمباراه مودرن سبورت تعالوا نقرا ارقام مودرن سبورت السنه دي في نسخه الدوري وتعالوا نحاول نقرا الطفره اللي عملها ونعرف مجموعة من الأرقام المرتبطة بمفاتيح لعب وأخطر اللاعبين في فريق مودرن سبورت نروح لأرقام مودرن سبورت في الدوري جاهزة معنا طيب خلينا لغاية لما الأرقام تنزل على الشاشة احنا بنتكلم على 29 مباراة لعبها مودرن سبورت دي الأرقام خلينا نبدأ باللاعبين طيب هم مجهزين لنا اللاعبين نشوف معاكم الأرقام الفردية لفريق مودرن سبورت اتفضل يا عبد القادر طبعا احمد عاطف هو هداف الفريق برصيد خمس اهداف ااا ترتيبه على مستوى هدافين الدوري رقم 30 رقم 30 ما عندهمش هداف واضح ومميز السنه دي رغم ان هم بيمتلكوا اكثر من عنصر كانوا لافتين النظر يعني منهم احمد عاطف نفسه كان الحقيقه في السنوات الاخيره كان انضم اعتقد لمنتخب مصر فتره من الفترات صحيح يعني هو احمد عاطف يعتبر هو الاسم الاكثر لمعانا في فريق مودرن بسبب مشاركاته الدوليه قبل كده الحديث الكتير عليه انه موهبه آه واعده في بطوله الدوري المصري ممكن يبقى لعيب دولي بعد كده لكن يعني هو مسيرته ما ما, ما استمرتش بنفس وتيره التصاعد اللي صحيح. شفناها لي. آه طبعا جوناثان صنع ست اهداف الاكثر مم. الاكثر صناعه آه المركز الخامس مم. الاكثر صناعه بعد كده انا مش مش شايب بصراحه احمد عاطف <applause> أثر <الأكثر تصفيق> تصويبا على المرمى الرصيد او المتوسط تسديده واحده في كل مباراه ترتيبه على مستوى الدوري ال 15 غنام محمد واحد من الحقيقه اميز اللاعبين اللي انا شخصيا من وجهه نظري واحد من اللعيبه المميزه جدا في صفوف مودرن وحقيقه يمكن اعلاميا مش واخد حقه يعني هو الاكثر دقه في التمرير واعتقد انه تقديري انه هو القلب النابض لفريق مودرن يعني لو انت قدرت تعطل غنام فريق مودرن او منظومه وتكتيك فريق مودرن يتأثر بشكل كبير جدا هو الأكثر دقة في التمرير بنسبة 84% 45 تمريرة و2 من 10 متوسط التمريرات في المباراة الواحدة وترتيبه على مستوى الدوري سبعة 17 عبد الكبير الوادي برضه لعيب الحقيقة برضه من المفاتيح المهمة جدا الأكثر صناعة للفرص مؤكدة 2 في كل مباراة ترتيبه على مستوى الدوري 56 علي زعزع الأكثر صناعة للفرص 21 فرصة ترتيبه على مستوى الدوري 38 ومحمود رزق وخدوا بالكم من محمود رزق لانه محمود رزق ليه واحده من الارقام والاحصائيات الملفته جدا للنظر يمكن من الظاهر هنا بعد هو الارس الاكثر ارسالا لكرات طوليه 35% نسبه النجاح اربع كرات طوليه متوسط كل مباراه وترتيبه على مستوى الدوري ال 25 سريعا جدا محمد صادق برضو واحد من اللعيبه المميزه جدا في مودرن اكثر نجاحا في المراوغه واحد وثلاثة من عشرة في كل مباراة 42% نسبة نجاح 16 على مستوى الدوري أحمد عاطف الأكثر إهدارا للفرص أربعة في كل مباراة 22 على مستوى الدوري باسم علي الأكثر استخلاصا للكرات 2.3 من عشرة وده الأول على مستوى الدوري وهنا بقى اللي كنت بقول لكم عليها محمود رزق تاني محمود رزق هو الأكثر تسببا في حصول فرقته على ركلات ترجيح أو ركلات جزاء خمسة على مدار الموسم وهو الأكثر حصولا على ركلات جزاء على مستوى البطولة كلها في الموسم الحالي، وأيضا الأكثر حصولا على كروت صفراء. تعالى هم دول أميز العناصر محمد في فريق فيوتشر سواء كنا نتكلم على مستوى خط الهجوم أو على مستوى خط الدفاع أو على مستوى خط النص، كلهم الحقيقة لعيبة مميزة جدا وتقدر تعمل الفارق. بص الارقام كارقام مش ارقام مرعبه ما طيب. تقولش انه انت قصاد فرقه فهتواجه صعوبات امامها ولكن مودرن فيوتشر او مودرن سبورت صعوبه مباراه الاهلي امام مودرن سبورت تتمثل في ثلاث نقط واضحين جدا النقطه الاولى ان الاسامي دي واللاعيبه دي امتلكت من الخبرات خلال السنوات الاخيره نتيجه المشاركات الافريقيه والفوز بكاس الرابطه والمشاركه في الدوري وكمان توالى عليهم عدد من المدربين سواء الاجانب او المصريين فبالتالي توالت خبرات لدى اللاعبين دول وبعضهم دولي مم. محمد صادق لاعب في منتخب الاولمبي دولي أه وقبل كده لاعب في النادي الاسماعيلي وبيراميدز أه احمد عاطف لاعب دولي غنام محمد كان لاعب دولي مع منتخب شوقي غريب منتخب اللي تاهل لطوكيو وجونسون نجويم واحد من اميز اللعيبه لفت الموجودين في مصر, في مصر. فبالتالي اللعيبه دول وما يمتلكوه من خبرات هتصعب المهمه دي النقطه الاولى النقطه الثانيه امام مدرب محنك جدا ومدرب عنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري وطلعت مم. يوسف وكمان هو مدرب اسلوب لعبه دفاعي و... و... ودايما هو جديد جدا في الملعب بيحب اللعيبه تلتزم بتعليماته اول مباراه طلعت يوسف الفرقه فازت وخرج قال انا مش مبسوط اللعيبه عملت اه جزء من اللي انا طلبته بس ما عملوش كل اللي انا طلبته وده يحتاج بعض الوقت وده رغم النتيجه الايجابيه فانت بتقول ان انت قصاد مدرب صعب ومدرب شرس وعنده الخبرات الكبيره جدا في الدوري المصري اخر نقطه بقى وهي نقطه ليها علاقه بالمسابقه اكتر وهي ان اي فرقه النادي الاهلي هيواجهها بعيدا عن الاربعه خمسه اللي بينافسوا على الهبوط ما عندهمش اي خوف انا هخسر ما اخسر مخسر. لا بنافس على افريقيا ولا بنافس على بطوله ولا بنافس على بالعكس حاله الهدوء دي تساعده اكتر على انه يلعب المباراه ب... انا عايز اعمل نتيجه حلوه عايز اعمل شو عايز اعمل ماتش حلو فبالتالي العب الفر... لعبك يعني الفرقه إلعب أيوة. وريني إلعب نفسك. بالزب... الفرقه اللي ما عندهاش حاجه تخسرها دي أيوه. اكتر فرقه تخاف منها أيوه. فبالتالي دي اكتر ثلاث عوامل هتصعب مهمه النادي الاهلي امام مودرن سبورت ولكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه من خلال مارسيل كولر اللي بيعمل عمليه تدوير هيستمر فيها مميز كابتن طلعت يوسف دفاعيا جدا سواء ايا كان اسم الفريق اللي هو بيتولى مسؤوليته لكن دايما يعني يعني دايما بتشيل هم ازاي تخترق دفاعات كابتن طالعة يوسف هل تعتقد انه هيلعب بنفس السيناريو فكره انه يقفل مساحات فكره انه يلعب جيم دفاعي قدام النادي الاهلي ولا الاوراق اللي معاه والارقام اللي عاملها احنا بنتكلم الحقيقه على متوسط من ساعه ما تولى كابتن طالعة يوسف المسؤوليه بنتكلم على تسع انتصارات اعتقد بنتكلم على آه تعالوا ناخد الارقام كده ونشوفها ونسمع راي عبد القادر ويحاول يقرا من خلالها هل هيلعب طلعت يوسف قدام مارسيل كولر النهارده بنفس اسلوبه وطريقته ولا هيلجا للشكل الكلاسيكي في التعامل مع النادي الاهلي 29 مباراه حقق الفوز 12 اتعادل 11 خسر 6 سجل 31 واستقبل 21 وهو من اقل ان لم يكن اقل فريق في بطوله الدوري استقبالا او استقبلت اهدافه شباكه لاهداف 21 هدف فقط اهداف من ضربات ثابته مره واحده اهداف من داخل منطقه الجزاء 27 هدف من 137 محاوله من خارج المنطقه اربع اهداف من 128 محاوله اهداف بضربات راسيه 11 متوسط الفرص المؤكده 1.13 في المباراه الواحده اهدار الفرص متوسط 0.6 متوسط المراوغات الناجحه 6.8 متوسط استحواذ 51.9% 10% ومتوسط التمرير 77 330 تمريره بنسبه دقه 77%. يمكن انا عايز اتوقف عند رقم معين وهو رقم ان نادي مودرن سجل 11 هدف بضربات راسيه من 21 هدف سجله او لا هو استقبل 21 هدف هو استقبل 21 هو سجل 31 هدف 11 من 31 يعني ايه. تقريبا ثلث اللي لك او يديك لمحه عن الخطه او التكتيك اللي بيلعب بيه كابتن ويديك كمان سوز. فكره ان جوناثن اعتقد هو الاكثر صناعه على مستوى الفريق انه طبعا جوناثان باكس باك شمال وبالتالي طبعاً. عرضياته مميزه جدا طبعا فدي نقاط قوه في فريق مودرن اكيد كولر وهو بيدرس فريق مودرن عارف الكلام ده كويس جدا ده بيقول لك ان مودرن على قد ما بيقفل دفاعيا وعلى قد ما بيقدر يحافظ على نظافه شباكه لان هو دلوقتي ثاني اقوى دفاع في الدوري برصيد مم. 21 هدف النادي الاهلي دخل فيه 22 هدف وبيراميدز دخل فيه 20 هدف من بدايه الموسم مم. وبالتالي انت بتتكلم على فريق ثاني اقوى دفاع في الدوري اه بالثلاثه طوالي بعد غير الثلاثه بتوع الاهلي كانوا هم اقوى دفاع لكن دفاع. بعد الثلاثه اصبح مودرن هو اقوى دفاع. دفاع فالنادي الاهلي بشكل عام يقدر يتعامل مع فريق مودرن النادي الاهلي يحب الفريق اللي هو مش هيهاجمك قوي الفريق مم. اللي هو هيسيب لك الكوره وانت عندك الحلول الفرديه عندك الناس اللي بتنزل من الدكه تخلص زي قفشه والقضيه بتاعته المتكرره في الفتره الاخيره عندك في الملعب عناصر مميزه جدا في التشكيل الاساسي سواء بدا بامام سواء بدا بحسين سواء بدا بوسام وسام ده يعني ناس ما شاء الله كتير على فكره بمناسبه قضيه قفشه دي <applause> ناس كتير جدا كانت بتبقى بتقول لك هو ليه ناس كتير حقيقي بتقول لك هو ليه قفشه ما بيبداش هو ليه قفشه مش دخل السكواد الاساسي النهارده الناس بقت بتتفائل بقفشه لما يقعد على الدكه ومتوقعين دايما انه اول ما ينزل الاهلي بيسجل هو يعني خلاص هو ناس اتعودت على كده التاريخ يعني عندنا امثله كتير يعني حتى في مصر اشهرهم كان جد ونجم الاهلي السابق اللي ده هداف كاس الامم وخد افضل بديل في البطوله اعتقد كمان من وجهه نظري افضل بديل في تاريخ منتخب مصر بشكل مم. عام لان اللي عمله في البطوله دي كان يستحق كده النادي الاهلي كان فيه برضو كابتن وليد صلاح الدين في الفتره الاخيره بتاعته هي. كان دايما ينزل يغير الماتش البرازيل كان عندها دينيلسون كان عندها روماريو في اخرهم برضو كانوا بينزلوا يغيروا الماتش لكن هو قفشه يمكن اداؤه لما بينزل بيقرا الملعب اكتر هو دايما نص الملعب خلي بالك لعيب نص الملعب اكتر واحد بيفهم الملعب كويس او اكتر واحد بيفهم الكوره بشكل عام كويس وده اللي خلى اعظم المدربين في التاريخ ما بين منهم بيب جوارديولا هو اصلا لاعب نص ملعب في الاساس وبالتالي أفشه بيقدر يقرا الملعب كويس كان بيتمرن على الكوره دي اصلا ان هو تسديد من خارج منطقه الجزاء لأنه هو تحس انه ليه دور عارف هينزل يعمل ايه فيعني نتمنى ان التوفيق يفضل مصاحبه ان شاء الله لحد آه من النادي الاهلي حقا. كل لاعيبتنا الحقيقه نتمنى التوفيق يكون معاه وكلهم الحقيقه مقدمين موسم محترم جدا خد بالك لعيبه الاهلي اتحطت تحت ضغوطات صعبه جدا جدا الموسم ده معدلات الارهاق التشبع من فكره المنافسه بس على كل لقب او كل بطوله ده مجهود نفسي كبير جدا بيستنزف من قدرات اللعيبه فكونهم مكملين بنفس القوه كونهم من بعد فتره توقف قادرين يحاولوا فوز في كل الماتشات ده شيء يحسب ليهم حتى لو في بعض الاوقات حسيت انه في لعيب داي اوف او مش في احسن او مش بيقدم احسن مستوى لي اروح معاك يا محمد لتوقيتات او معدلات استقبال مودن وتسجيله للاهداف على مدار 90 دقيقه في الدوري نبدا بايه طيب هتابع معاكم طب لغايه لما يجهزوها لنا احنا بنتكلم طيب الصوره جاهزه يلا ماشي يلا بينا ده معدل استقبالهم للاهداف. على كل 10 دقائق اول 10 دقائق 10% من الاهداف وبتاني 10 دقائق من الدقيقه 11 ل 20 10 اهداف من الدقيقه 21 لل 30 آه تقريبا انه آه الربع إن الاخير او الثلث الاخير من الشوط الاول اللي هو من الدقيقه 31 للدقيقه 50 اللي هي نهايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني مستقبلين فيهم تقريبا 35% من معدل الاهداف اللي دخلت شباكه آه 14% و10% في الاخر, في الآخر. بتاع الشوط الثاني أيوة. واخر الشوط الاول 24% و19% وده اكبر معدل بص الاحصائيه دي تديك مؤشر ان الفرقه بتبدا مركزه جدا بتفيد دايما في اخر بالزبط. الشوطين بالظبط واخر الشوط بيبدا يحصل الفرقه بتفك أيوة. التعليمات انت بقى خلاص اللعبة بتسرح في الملعب الفرقه ممكن اللياقه برضه بتبقى مش في يعني مش في احسن ممكن ممكن آه. ممكن تكون احد العوامل بس بس اللياقه دي ممكن تديك في اخر اخر ربع ساعه في الماتش ثلث ساعه أي. في الماتش بس آه انه انه يكون بالمعدل ده في نهايه الشوط الاول والاعلى كمان من نهايه المباراه لا ده يقول لك انه لا الفرقه في 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 حاله من عدم التركيز والتوهان بتحصل في الاوقات دي في الفرقه، الفرقه ما بتبقاش مركزه ما, بي ما بيسمعوش تعليمات المدرب بشكل كويس ويستمروا في تنفيذها في الملعب ده تسجيل بقى الأهداف. تسجيل اهداف آه. تسجيل الاهداف ودي ليها وقفه الحقيقه اه لانه هي هي متفرقه بس لان هم شويه صحيح ساعات هم بيلبسوا تي شيرت حمراء برضو عندهم شويه روح الفانيلا اه واخدين من روح الحمراء انه اعلى نسبه تقريبا يمكن برضو في نهايه المباراه واعتقد في الدقيقه من الدقيقه 41 للدقيقه 50 يعني هو انت بتتكلم في اخر خمس دقائق من الشوط الاول واول خمس دقائق من الشوط الثاني واخر 10 دقائق من المباراه دي النسبه الاعلى بس خلي بالك انه بص معدل الاهداف بتاع الشوط الاول اجمالا هتلاقي اكبر بكتير من الشوط الثاني. أيوة. يعني وده غريب لانه انه انه الشوط الاولاني احنا زي ما قلنا انت بتبدا بتركيز كويس جدا ولكن مع نهايه الشوط التركيز بيقل لدى اللعيبه ولكن برغم كده قدر أنه هو يسجل عدد من الاهداف لا باس بيه. خلال الاوقات دي ده يقول لك انه ممكن دفاعيا يحصل حاله التوهان في الدفاع ولكن الحاله الهجوميه ممكن هم جيدين فيها بيقدروا يخلصوا وانت بتلعب وانت مع مارسيل كولر في اوضه اللبس وبتلعب وحافظ طريقه طلعت يوسف مفاتيح مفاتيح مكسب النادي الاهلي عبد القادر النهارده في مواجهه مودرن ايه هي دايما الارقام بتديك لمحات بس مش هي اللي تقدر تبني عليها خطتك وتقدر تبني عليها اسلوبك في المباراه يمكن هي الارقام دلوقتي بتقول لنا ان فريق فيوتشر من وجهه نظري او فريق مودرن او فريزو الفريق اللي هيلاعب النادي الاهلي النهارده بيهاجم بشكل كبير في اخر خمس دقائق او في اخر عشر دقائق من كل شوط وده بيخليه يستقبل اهداف في نفس الوقت في الناحيه الثانيه انت النادي الاهلي دايما عنده فكره انه بيندفع هجوميا برده في نهايه المباراه اذا كان محتاج المباراه ماشيه تعادل او اذا كان لازم يسجل هدف النادي الاهلي في اغلب الاحوال بيسجل هدف الا في حالات نادره طبعا وده ممكن يقول لك ان المباراه ممكن تحسن فعلا في الاوقات دي لان فريق مودرن هينزل مقفل هينزل بيدافع عنده طاقه اللعيبة كلهم نازلين البطاريات بتاعتهم 100% لكن لما الطاقه البدنيه تبتدي تقل النادي الاهلي يبتدي يزيد الادرينالين يعلى لعيبه النادي الاهلي ان هم يبقى عندهم طاقه اكتر في الجري يبقى عندهم يعني حماس اكبر ان هم يسجلوا هدف لان هم عارفين ان مفيش مجال للتعادل انت لو تعادلت النهارده ضيعت الانتصار الكبير اللي انت من على بيراميدز في الماتش اللي فات وصدرت ورجعت الضغط والتوتر ثاني قبل مواجهه بيراميدز اللي جايه فرق كبير جدا انك تاخد 3 ونت وده مكسب مهم جدا جدا النهارده انك تروح لماتش بيراميدز الجاي وانت لسه راكب وانت لسه متفوق وانت لسه معاك الافضليه الحسابيه او الرقميه في الدوري فقدان نقطه النهارده حسابيا ما ياثرش علينا كثير لكن في النهايه يصدر او يرجع تاني حاله التوتر قبل مواجهه الاهلي وبيراميدز الاسبوع اللي, اللي جاي صحيح انا بشوف انه انه واحده من النقط النهارده كولر هيشتغل عليها كويس جدا الجناحيه يعني طاهر بيادي اداء كويس جدا المباريات اللي فاتت مم. انا بشوف ان رضا سليم لازم ياخد فرصه برده لانه لعيب سريع وجود حد زي حسين الشحات وحد زي رضا سليم لعيبه عندها كوره وسريعه ممكن جدا توقف جوناثن نجويم وتوقف باسم علي بفضل دايما ضغطهم في ال على الباكين رايت يعني النهارده طبعا رهان كولر في, في ظل اصابه عبد القادر وغيابه مع فكره انه الشحات مهدد بانذار ثالث قد يسبب عدم وجوده في مباراه بيراميدز فراهنات عوده بيرسي تاو لسه اول مباراه او اول دخول لقائمه في الفريق في حسابات كولر النهارده معقده شويه في ناحيه الاجنحه لكن في النهايه كلنا ثقه ورهانة كبير جدا على ال11 اللي اختارهم مارسيل كولر لمواجهه مودرن وكل التوفيق لفريقنا النهارده بشكر محمد مصطفى بشكر عبد القادر سعيد ومبروك مره ثانيه فوز منتخب اسبانيا وباذن الله ان شاء الله نبارك في في المره اللي جايه ان شاء الله على اقتراب الاهلي من درع الدوري ان شاء الله شكرا, شكرا محمد شكرا, شكرا عبد العزيز شكرا جزيلا شكرا لكم على المتابعه بعد او بكره ان شاء الله باذن الله بنفتح ملف الألمنيوم ومن بعده ان شاء الله ملف بيراميدز ان شاء الله ونحتفل بثلاث نقاط جديده يضيفها النادي الاهلي لرصيده في مشواره في البطوله كل التحيه اللي تابعوا حلقتنا النهارده